بالإطاحة من شبكة إجرامية تختص في تزوير النقود وكذا النصب والاحتيال. الشبكة تتكون من 3 أفراد من جنسيات إفريقية مختلفة تحت تراوح أعمارهم بين 29 سنة و 40 سنة. العملية كانت بناء على معلومات تم استغلالها وتم رسم خطة محكمة، تم ضبط هؤلاء الأفراد في حالة تلبس، أين تم ضبط 49 حزمة على شكل أوراق نقدية، بالإضافة إلى محلول كيميائي يستعمل في عملية تقليد النقود، وكذا حجز 3 بطاقات قنصلية مزورة.